فما جماعة مروا من شربة الشعير العصير الشعير شراب الشعير بلا فوشوق ما صبروش حتى نهار بعد العيد. شنو هو شربة في الحلال وشربة في الحرام؟ لا ما هو شنية ذي هي كحقك وحق ربي عرفتها ما هو صحيح. هما وصلوا فما شكون بدأ من الخمسة متاع الصباح أخوي هو أذن متاع أذن الصبح من هنا وأنا فاوينه قال لي بش نعمل أربعة كهو قلت له أعمل خوي ربي معاك أنا ما نشربش أربعة بركة ولا بعد بشي كمل؟ لا ما هو من بعد كمل كرذونته صحيح هي بدأت بأربعة ومن بعد لحمة في الليل كهو ما كل واحد كلها دخلت في بعض ما هو الشراب معروف. علاش التونسي ما صبرش عدى حتى ثلاثة أيام العيد يعني ثم شكون من أول نهار في العيد؟ فما عبيد مرضى اخويا كيف فما عبيد الكوليك فما عبيد كيكا ما يشرب كما يجيش رمضان ما يقدروش الشهر معناه يعرفوا الشهر حرام ويعرف يو عبيد في رمضان وتحربش وتتكيف وتعمل فيهم الكل او كرقعوا حاجه بحاجه شويه كوك على شويه كحله مسخه فما حاجه مش معروفه تو في تونس كل شيء واضح. علاش التونسي في رمضان يستغل الشعير للشربة وبعد افطار يستغل الشعير للشرب؟ ما هو معروف رمضان بالشربة والبريك ديما واحد يحل عرفتها حل فترة على الشربة وبريك هذيك معروفة الزمنية الحكاية من قبل مش من توا. وفي عادات نحن التوانسك تشوف معامل الشراب ودبويته الشراب على عجلة ماذا بهم العباد ما يستناو يدوب يخرج آخر ليلة متاع رمضان باش يرجع يشرب. وزيد فما عبيد غالي عليها انواع شيخه اخرى غليت عليها يقول لك خويا ساعدني نرجع للشراب خير فهمت هيك ورجعت كلها تشرب. انت شربت شعير ولا لا خويا؟ والله ما زلت تو ما زلت انا ما انا ما قسيت عليا عندي خمسة سنين ما شاء الله. ايه بعدت وكليت شرب شعير بطبيعة الحال الشرب هذيك ما فلتهاش يعني اكتفيت بشعير واحد سنة شعير واحد خويا يزي فيه البركة. نفس ما يلا للأمارة بالسوق فما عبيد صابرة جوست على رمضان تحبش تعمل عيب في رمضان ولا باقي يشربوا في رمضان وبرشا وتلا وحالة وتخدم في رمضان وتبيع فيه المنكر هذيك وعبيد تشرب فيه عبيد صابرة جوست 30 يوم هذيك عندهم راحة هما مش رمضان هذيك هي برشا عبيد هكاك. التونسي اللي نحكي على فئة معينة بالطبع اللي صبر 30 يوم رمضان ما ينجمش يصبر 3 أيام عيد؟ يقول لك صيي خرج رمضان عنده نص الليل خرج رمضان صيي خرج رمضان يتعدى طول يتعدى الشعير الآخر مش شعير للشعير عايش في الشعير 30 يوم يضرب في شربة الشعير يلزم ديريكت الشربة الشعير؟ ما طايح مونك شعير مش شعير هذاك يتعدى الشعير الآخر ما رجعتوش شربة الشعير؟ لا ما هو الشعير الآخر ناقص الكول لازموا الكول عاد هاو باش يعمر تصل اللي قوي تعملك ولا كيفاش يعمر ريزرفوار فارغ او ريزرفوار فارغ ما تعبيوش شربة الشعير الشرب الاخر يا علي فما شكون يكتفي بشربة الشعير وفما شكون يكتفي بشربة الشعير وفما شكون ما يفلتش الزوز خويا البينات هم اللي يفلتش الزوز ربي يهديه واللي ما شربة الشعير بركة خويا ربي يهديه والاخر ربي يتوب عليه وكل واحد وشربه وانت انا هي الشربة اللي تحبها خويا انا طاق مازلت في شربة الشعير وكما قلت لك ان نفسه اماره بالسوء ماكش مبرمج باش تعدل شرب الشعير والله انا يعني قلت لك ان نفسه اماره بالسوء نستنى النفس باش تؤمر هاني طاو مازلت شيدها تو والله اعلم ما نقولكش ليه ما نقولكش ايه ننصحك خليك في شربة الشعير هاني مازلت قاعد فيها في شربة الشعير ومازلت في 30 يوم تاع رمضان عامل 60 يوم بيان سور فما شعير في الحلال وشعير في الحرام اما العبيد داك تشوف خويا شو نقول لك ديريكت معناها ما يستناوش عادي معناها ليله العيد تلقى الناس محاضره فما شكون يشري قبل رمضان راه حذر قبل رمضان وتلقاه صايم هو في مخه رمضان كامل هكا دوب ليش ما المغرب نتاع اخر ليله يذن معناها العبيد تشق الفطر طلع المفتي قال لك غدوه عيد هكا وحليل وقت عندهم هما مريقل معناها يعني تقول انت الفاصل بين الشعير الحلال والشعير الحرام كلمه المفتي المغرب نتاع اخر ليله وكلمه المفتي خويا ذاك هو فهمتني خلي عادي اذا كان فما شكون في رمضان هذيك حاجه اخرى فهمت اما ذاك هو خويا ذاك هو التونسي مش كل شوف ما نحكيوش راه ورد بالك راه كيوش على التونسي ماني نحكيو على العباد هذه فئه راه وقليله باش نبداو معناها اما موجوده خويا في كل بلاصه تقرا بريسكا
نقول نعموش، اما موجود اخوي موجود. علاش ما يصبرش هو صبرش هالرمضان؟ علاش ما يصبرش حتى ثلاث ايام العيد؟ راهي مرار، راه كل واحد ومخ، كل واحد وقناعاته، كل واحد وايمانه، وكل واحد زاد درجه الوعي اللي عنده في مخه معناها، فهمت؟ فما ناس يقول لك لا حتى تقاس سكري، يرجع عادي شهر رمضان وبعد يعدي حتى ايام العيد يزيد يحترمهم، يقول لك عيد وكذا. فما خويا لي لا، فهمتني؟ كل واحد وما نجمش تحسرها، راه وكي نحكيو هكا ما نجموش نقولوا التونسي، راه رد بالك، خاطر ديما فئه معينه وفئه قليله معناها، فهمت؟ شوربه الشعير ولا شوربه الشعير؟ انا شد الوسط. انا خويا شد الوسط، شوربه الشعير، فهمتني؟ الشعير الاخر خويا ما نكذبش عليك، مش خبي اما ما فهمتني، مانيش معناها ليه انا نتاع زله مره في الفيل؟ انا نسيها اخر مره تو، والله راس خويا نسيها، وهاو عيد ما انا بتفكرت ولا لهفت ولا جمله معناها، نكذبش عليك، زاد كيما فئه معينه متوانسه ان شاء الله ربي يهدينا، وما فما ناس خويا فما اللي ما يفلتش لا شوربه الشعير ولا شوربه الشعير، شنو نسموه هذا؟ شنو معناها شنو نسموه؟ هذه يسموه اللي ما يفلتش، هذه الرخله نسميوه. يا خويا شعير رمضان مش كيما شعير الافطار، شعير رمضان خويا ربي يبارك فيها، اما شعير الافطار خويا ما ربي ما يباركش فيه ويفلس، تخرج عندك برشا فلوس تروح هكا عامل معناها فرانك لي دورو لي، وان شاء الله ربي يهدي يا خويا، ان شاء الله ربي يهدي، هذيك اش نقولوا نحن، فهمتني؟ علاش التونسي ما صبرش ديريكت مباشره يعني في اول نهار من العيد؟ يا خويا مرض، يا خويا مرضى، يا خويا الناس مرضى، انا يا خويا نخزر لك هيك مرض معناها، اللي خذا بيه معناها نحن نقولوا الشعير نتاع الافطار كان مشي خذا معناها عائلته تستحق، نتصور عائلته ابجل من الدبوزه اللي باش يعملها، والله يهدي الله يهدي. فما شكون يشرب شعير واحد، يا شعير رمضان يا شعير بعد رمضان، لكن فما اللي يشرب الشعير على بعضه ما يفلت حتى واحد منهم. يا خويا ربي بارينا منهم، والله ربي بارينا منهم، على قليلة كي قدر عليك ربي تكيف جونتك يا أخوي، تكيف جونتك يا ملا وبوز من الشعير هو صحيح، ترتح معتك شوية يا أخوي. يا أخوي يا أخوي كان تسمع فيا، رتح معتك شوية يا صاحبي. عندنا برشا حاجات مش شربة شعير برك، أنت تو صبرت 31 يوم يعني تاكل في شربة يعني نعمة حليل، ما نجمتش تصبر يعني جمعة ولا جمعتين بعد العيد على شرب الخمر، فهمت؟ شرب شعير، هو انا ما نشربش، باش نحكي في الموضوع هذا باش نحكي خاطر برشا عبيد اكثريتها يعني اكثريتهم يعني دخين وشرب وبرشا فازيت، بون انا باش نحكي في الموضوع هذا خاطر ما نشربش ما عنديش معاهم. عندي في كي باش تشرب وتعمل برشا حاجات وباش يعني صبرت 31 يوم ما نجمش تصبر جمعه، وبلس باش تشرب بهم هذوك مشيت عملت بهم حاجه اخرى، خذيت بهم حاجه لدارك لولادك لصغارك موش خير، بون انت هاك خذيت تو عندك ما عادش عندك 50 ولا 100 ولا 200، مشيت خذيت بهم شرب، فهمت؟ واللي خذيت وعلاش ما تخليش بهم حاجه اخرى للدار مش خير؟ تكسب مرتك ولادك تاخذ بهم حاجه تنفعك في الدار، فهمت؟ مو انا واحد من الناس تو ما نشربش ونخمم يعني الفرنك اللي باش نخرجه من جيبي نعرفهم باش نحطه، ما نحطوش يعني في الشرب وفي الزطله وفي برشا حاجات. اللي يشرب مش ندافع اكيد قاري حسابه وميزانيته في الامور هذه. بو ثم برشا عبيد مدمن على الخمر، فهمت؟ مش حتى كم شهر ذي يعني، ثم نعرف باب جديد، في باب جديد نعرف برشا لا علينا في السامي، نعرف برشا عبيد يعني حتى في رمضان يشرب. لا معنى الشعير في الحلال والشعير في الحرام. هو معناتها ما ساعات تلقى واحد معناتها متيقر معناتها كيما الوضع اللي جات هذايا ما يستناش العيد اللي يتعدى، ساعات تلقاه معناتها كيما اليوم العيد كيما اليوم يشرب. انت تشوفوا انت على شكيك اعمال، هو في تلقى نفسه ما معناتها ما يحبش يعمل هكاك، ما يحب اما هكاك راهي وجاي هكاك اش تحب تعمل اش نقول. عندنا شكون يشرب الشعير نتاع رمضان شوربه الشعير، وعندنا شكون يشرب شوربه الشعير، وعنا شكون يشرب الزوز. الزوز اي هكاك ما فما اللي يشرب شربة الشعير وفما اللي ما يشربش يحب لسان عصفور. ها والشرب الاخر فما اللي يشرب وفما اللي لا. ها معناتها انت تحبوا زادة تنحوا الشرب ولا كيفاه؟ لا معناها علي ما يفلت حتى نوع نتاع الشعير شو نسموه؟ هنا عندي انا اللي يشرب معناتها ما يحبش يفلت معناتها الشرب تسمى ذيك ما مدمن. صحي يتمنى. الإدمان تحسه مرض نفسي؟ اي بالحق نحسه مرض نفسي.
اللي يشرب وفي مش كان في هذيك حتى في حاجات اخرى وكل ما شيء يسمى مرض مزمن. ما ثمش فرق ما بين شعير الحلال وشعير الحرام، هذيك هي تقاليد تونسي فهمت ولا تعرف اللي الشعب التونسي احتل المرتبة الثالثة عربيا في احتساء الكحول فهمت، بريسك عادة من عوايده فهمت. وزيد احنا في دولة مدنية ماناش في دولة دينية كما يروج فهمت ولا، وكل انسان يحاسبه ربه ما تحاسبوش العبيد فهمت ولا. علاش ثم لهفه كبيره من با حتى صبر 3-4 ايام العيد معناها من اول يوم العيد بدا في شرب شراب الشعير؟ هي المشكله انه يشربها نهار العيد ولا يشربها بعد 3 ايام سي لا ميم سي لا ميم ما ثماش فرق كي تشربها نهار العيد كي تشربها بعد بشهر وبعد بشهرين عادي فهمت ولا. ثم شكون يكتفي بشعير واحد؟ ثم شكون يكتفي بشعير واحد، ثم يكتفي بشعير شربة رمضان وما يشربش الشعير الآخر، وثم اللي يشرب الشعير الآخر وما يشربش الشعير الآخر، وثم اللي ما يفلتش، وثم اللي ما يفلتش الزوز، فهمتني ولا، في رمضان طاقية ولباس طائفي وبعد رمضان معناها رمضان شعير في الحلال وبعد رمضان شعير في الحرام؟ بعد ما مش حرام.